ما زلت بحمل حقيبه الاسكان. حضرتك احنا اول ما بدانا وانا عايز اقولها لهذا الكلام لان دائما ما زال لغايه هذه اللحظه المواطنين في الريف بيكلمونا الصرف الصحي وعايزين حل مشكله الصرف الصحي. انا هدي لحضرتك الارقام عشان نبقى عارفين. لغايه 2014 بدايه 2014 كان حجم المخدوم من القرى المصريه 10% من عدد القرى و12% من عدد سكان الريف كله. ب 2018 بقينا واصلين الى 23% من عدد القرى ولكن 34% من عدد السكان. يعني بقى تلت سكان الريف النهارده مقابل كانوا 12%. يعني من 12 ل 34 في 4 سنوات. مستهدفين كحكومه ان بنهايه الاربع سنين الجايه نبقى بنتكلم ما بين 60 ل 65% من الريف بقى مغطى بخدمه الصرف الصحي. ما زال هتقولي طب والباقي لسه، ما هو الباقي هيبقى شغال، لكن انا بس بدي مقارنه، كنا 10% بقينا بنتكلم في 60 و65%.